أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها استعدادات القطاع الصحي وإمكانياته وأبعاد التحذيرات الأممية من أي انفجار وبائي محتمل في اليمن. أعلنت الحكومة افتتاح 27 مركز عزل صحي في 9 محافظات ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا. المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي قال إن وزارة الصحة تعتزم تعزيز فرص الاستجابة السريعة ب 16 كادرا صحيا لكل مديريات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما ستوزع الوزارة 81 سيارة إسعاف على المحافظات التابعة لها. إلى ذلك، اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن جائحة كورونا تقدم فرصة فريدة لتحقيق السلام في اليمن، وأضاف أن 5 سنوات من الحرب أدت إلى تدهور شديد في البنية التحتية الصحية، ومن الممكن أن ينتشر الفيروس بشكل أسرع وعلى نطاق أوسع، معربا عن أسفه من استمرار القيود المفروضة على حركة المساعدات الإنسانية، ومحذرا من إغلاق برامج الأمم المتحدة للمساعدات خلال الأسابيع القليلة القادمة إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من توفير تمويل إضافي. في الاتجاه الآخر، قالت السلطات الصحية التابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء أنه توجد 3 حالات اشتباه بكورونا بين موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، وقررت إيقاف تحركات المنظمات ومنع تواجد الموظفين في المكاتب، وهو ما اعتبره مراقبون نوعا من الابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق المنظمات الدولية لانتزاع مكاسب مادية وجهوية. نناقش واقع القطاع الصحي في اليمن وتحذيرات المنظمات الدولية وما ينبغي فعله إزاء ذلك بعد التقرير التالي للزميل وديع عطا. تفاؤل مشوب بالقلق، بذلك يمكن وصف حالة الشعور العام لدى الشارع اليمني في ظل ما يمكن اعتباره سيطرة على حالة الإصابة الوحيدة بكورونا وتحديد الحالات التي احتكت بها ووضعها جميعا رهن الحجر والرقابة الصحية. ومع ذلك تتباين المخاوف من منطقة لأخرى لاعتبارات تتصل بالإمكانية المتاحة لديها. في هذا السياق، أعلنت الحكومة الشرعية عن افتتاح 27 مركز عزل صحي في 9 محافظات ضمن تدابير مواجهة فيروس كورونا، مؤكدة أن وزارة الصحة تعتزم تعزيز فرص الاستجابة السريعة ب 16 كادرا صحيا لكل مديرية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، كما ستوزع الوزارة 81 سيارة إسعاف على المحافظات التابعة لها. في الاتجاه الآخر، زعمت ميليشيا الحوثي المسيطرة على صنعاء بوجود 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا بين موظفي الأمم المتحدة في صنعاء، وأصدرت قرارا بإيقاف تحركات المنظمات ومنع تواجد الموظفين في المكاتب، وهو ما اعتبره مراقبون نوعا من الابتزاز الذي تمارسه الميليشيا بحق المنظمات الدولية لانتزاع مكاسب مادية وجهوية. إلى ذلك، اعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أن جائحة كورونا فرصة فريدة لتحقيق السلام في اليمن، وقال في إفادته أمس بمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن أن 5 سنوات من الحرب أدت إلى تدهور شديد في البنية التحتية الصحية. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من عدن وكيل وزارة الصحة المتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي، وأيضا معنا من الصين الدكتور عمار البعداني طبيب متخصص في التوعية الصحية. أبدأ معك دكتور علي. دكتور علي، إلى أي مدى يمكن القول أنكم مستعدون فعلا لمواجهة كورونا؟ معلش، عيد السؤال مرة أخرى. إلى أي مدى يمكن القول أنكم مستعدون لمواجهة كورونا؟ هل الاستعدادات التي قمتم بها خلال الفترة الماضية أصبحت جاهزة للاستعداد لأي انفجار وبائي محتمل في اليمن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكركم لتغطيتكم لهذا الحدث دائما وأبدا، وأنتم حاضرين معنا في كل تحديات القطاع الصحي منذ جائحة منذ فشية الكوليرا وقبلها حمى الضنك والحصبة والدستيريا. فيما يتعلق بجائحة كوفيد 19، نحن في اللجنة العليا، اللجنة الوطنية العليا للطوارئ مثلا بدولة نائب رئيس الوزراء الدكتور
سالم محمود الخنبشيري رئيس اللجنه، وفي وزاره الصحه العامه والسكان تحت قياده معالي وزير الصحه العامه والسكان الاستاذ الدكتور ناصر محسن باعوم. عملنا كثير من الاجراءات الاحترازيه، وكل الاجراءات الاحترازيه التي اتخذناها كانت في وقتها، بحيث ان كل الاجراءات الاحترازيه التي قمنا بعملها حدت من انتشار الوباء في بلادنا، من ضمنها اطلاق المنافذ البريه والبحريه والجويه، وعمل انشطه توعويه للمجتمع، وايضا اطلاق الاسواق العامه، ومع وزاره الاوقاف ايضا قامت بتوجيهات فيما يتعلق بحلق الذكر والمساجد في الجمعه والجماعه وغيرها. كل هذه كانت لها دور في الحد من تمشي الجائحه. ايضا على مستوى الخدمات المرافق الصحيه والمستشفيات، قمنا بفتح عدد من المراكز، مراكز العلاج، مراكز العزل، وزودناها بالمستلزمات الطبيه من اجهزه تنفس صناعي، من اسره كهربائيه، من اجهزه اكسجين وغيرها. ايضا قمنا بتدريب الكوادر الصحيه على مستوى الطوارئ في المستشفيات العامه والخاصه في العاصمه عدن وغيرها من المحافظات، فرق الاستجابه السريعه، فرق الترصد الوبائي، كل ذلك خلال شهر مارس ومطلع ابريل حتى هذه اللحظه، والفرق مستمره بالشراكه مع منظمه الصحه العالميه. ايضا قمنا بتجهيز 3 وحدات بيولوجيا جزيئيه، وزودناها بالبي سي ار في العاصمة عدن وفي محافظة تعز وفي حضرموت الساحل. إن شاء الله الأسبوع القادم عندنا وحدة أخرى تكون في سيئون، ويليها في المهرة ومعرب وبقية المحافظات إن شاء الله على مراحل متعددة. دكتور علي، ماذا عن المناطق الساحل الغربي وتعز؟ حتى اللحظة لم نستلم أي مساعدة من أي جهة أخرى ما عدا الستين الجهاز هي موجودة من سابق حق الفنتليشن أو التنفس الصناعي تبع البنك الدولي، كانت مخصصة لأقسام التغذية، ونحن وجهنا منظمة الصحة العالمية أننا نستخدمها لمكافحة كوفيد 19، والأسرة وغيرها كانت هي من مخصصات الحكومة التي خصصتها الحكومة. هذا يعني أنه لم يصلكم أي دعم من منظمة الصحة العالمية، لأن كان هنالك أخبار تتداول أنه تم أن وصلتكم دعم من منظمة الصحة العالمية؟ الذي وصل هو منذ 20 يوم تقريبا 5000 أدوات السلامة و5000 ريجنت. هي منظمة الصحة العالمية تقول إنها من مخازنها الذي موجود في دبي، أتى عبر طائرة سعودية. طبعا نحن الأخوة في مركز الملك سلمان للنقاهة والعمل الإنساني خصصوا مبالغ، ومنتظرين إن شاء الله توصل المستلزمات التي قدمناها الأخوة في مركز الملك سلمان للنقاهة والعمل الإنساني. قدمنا لهم مكشوفات فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية من أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة بي سي آر وغيرها من المستلزمات الطبية. فيما يتعلق منحة البنك الدولي الذي خصصت 26.9، كان لنا يوم الخميس لقاء مع الأخوة في البنك الدولي من واشنطن عبر التليكونفرنس، حددوا فقط للعام 2020 $5 مليون عبر منظمة الصحة العالمية، وقدمنا لها خطتها في مستلزمات طبية وغيرها من الأجهزة، لكن ما تبقى من المبلغ بيكون في 2021، وبقية المبلغ 1.9 في 2022 حسب خطة البنك الدولي مع منظمة الصحة العالمية. أنا أشكر الأخوة في السلطات المحلية وخصوصا في في حضرموت، حيث أنه خصصت مبالغ مالية كبيرة في ساحل حضرموت في وادي حضرموت من قبل الاخ ومحافظ المحافظه والاخ وكيل المحافظه، وايضا في محافظه شبوه الاستاذ محمد بن عدي، وقدموا مبالغ. هذه من السلطات المحليه قدمت للفرق الصحيه وللمستلزمات الطبيه في المستشفيات، وابدوا استعدادهم. ما كنا في زياره سابقه لهم الاسبوع الماضي، ابدوا استعدادهم انه كل ما بحوزتهم وكل امكانياتهم تتسخر للقطاع الصحي، حيث انه ايضا فتحوا صناديق تبرعات في حضرموت الساحل وحضرموت الوادي من قبل رجال الاعمال، من قبل المؤسسات وغيرها لدعم القطاع الصحي. نعم دكتور علي، بالحديث على حضرموت، بما أن أول تسجيل إصابة بحالة كورونا كانت في حضرموت، وتم الحديث أن الحالة اختلطت بدائرة معينة من الناس، كيف هو الوضع الآن؟ هل تتابعون هذه الدائرة من الناس التي اختلطت بهم الحالة؟ كيف هو الوضع؟ طبعا كان لنا تواصل قبل ساعة تقريبا مع الأخوة في الترصد الوبائي ومع الأخوة في مكتب الصحة في ساحل حضرموت.
هو هناك دائرة مغلقة ودائرة مفتوحة. الدائرة المغلقة هي 20 شخص تقريبا، ظهرت أعراض على شخصين من الدائرة المغلقة، أحدهم ممرض والآخر كان مريض في المرفق الصحي قبل 3 أيام تقريبا، وأخذوا منهم عينات وطلعت العينات سالبة، وسنعيد مرة أخرى نأخذ منهم عينات، وسنأخذ عينات من المخالطين الآخرين اللي هم تحت المراقبة وتحت متابعة فرق الاستجابة السريعة. نحن طبعا في عندنا شحة فيما يتعلق بالميديا والسواب، وقد تحدثت قبل تقريبا نصف ساعة مع الأخ المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم المنظري، إنه نحن بحاجة عاجلة للمساعدة فيما يتعلق بالميديا، بحيث أننا نقدر نفحص كم من المخالطين سواء مع هذه الحالة أو مع حالة أخرى لا سمح الله ظهرت في أي محافظة أخرى. طبعا كل المخالطين هم متابعين بالفرق الاستجابة السريعة وفرق الطرس الوبائي، بحيث أنه أي أعراض تظهر على أي مخالط من المخالطين يتم أخذ العينة منه لفحصها. نعم دكتور علي، حتى يكون على معرفة المشاهدين، العينة السالبة هل قد تكون مصابة بالفيروس أم العينة الموجبة؟ ليش هي؟ العينة السالبة هل تقصد بقولك بالعينات السالبة هي العينات المصابة بالفيروس أم العينات العينة السالبة هي يعني عينة خالية من الفيروس، والعينة الإيجابية هي عينة مصابة. نعم، وهناك عينات مصابة أخرى في حضرموت، وماذا بموضوع الحجر الصحي لهذه الدائرة؟ هل هناك التزام بموضوع الحجر الصحي والمتابعة مع القطاع الصحي في المحافظة؟ طبعا هناك سلطة محلية، مكتب صحة، فريق استشعار، فريق طرس الوبائي، فريق استجابة سريعة، مجتمع مدني، شخصيات اجتماعية، كلهم فريق واحد. مدى الاستجابة من قبل المواطنين دكتور؟ ممكن أعيد السؤال مرة أخرى؟ الاستجابة من قبل المواطنين، هنالك تفاعل واستجابة والتزام؟ نعم، في استجابة من قبل المواطنين، في استجابة من قبل المنظمات المجتمع، في استجابة من قبل السلطات المحلية، في الوكيليات، في المكتب التنفيذي، الجميع كله صفا واحدا بقيادة الأخ المحافظ مع مكتب الصحة مع فرق الترصد مع الاستجابة السريعة، يعملوا كلهم فريق واحد، يعملوا تحت فريق مكتب الصحة بالمحافظة. وأيضا نزلنا خبراء من منظمة الصحة العالمية لمساعدة أخواننا في حضرموت، وجدوا انه الفريق الذي يعمل في حضرموت هو يعمل بكل الستاندر والمعيار اللي تعمل به منظمه الصحه العالميه، والفرق الاستجابه السريعه كان عندها استشعار مباشره عندما وصلهم البلاغ انه في حاله موجوده فيها بعض الاعراض. ذهب فريق الاستجابه السريعه مباشره في اليوم الثامن واخذ عينه من المريض، وحسب الكريتيريا حددوا ان المريض هو اشتباه كبير انه يكون كورونا، وبالتالي عزلوه في المركز الصحي وبلغوا الاخوه في المركز الصحي كلهم ان يكونوا في عزل، بحيث انه هذا اشتباه وفحصوا العينه وطلعت ايجابيه يعني مصابه، وعادوها اليوم الثاني وطلعت ايضا مصابه. الحاله لما وصلت الى المركز كان لم تظهر عليها كل الاعراض مثل حبس وغيره، وهذا ايضا دور انه ساعد عدم انتشار الفيروس بين المخالطين بشكل عام، وهذا كان نعم من ضمن الاسباب الذي ادت الى عدم الانتشار، لانه بدا الاعراض البسيطه وفرق الاستجابه السريعه كان عنده استشعار وحددوا مباشره وتم العزل واخذوا العينه منه وفحصوها، من ثم تم الاعلان على ان حالة مصابه. نعم دكتور علي، اذا هل يمكننا طمانه الناس دكتور علي؟ بس احب اضيف نقطه، نحن لدينا في الجمهوريه اليمنيه فرق استجابه سريعه وفرق طرس دبي متدرب، حيث انه خاض معارك جبهات كثيرة من ضمنها الملاريا والضنك والكوليرا، وبالتالي عندهم استشعار كبير جدا، عندهم خبرة في إدارة الأزمات، عندهم خبرة في الاستشعار، عندهم خبرة في تحديد الوباء، في تحديد في عزل أي مريض، يعني يختلفوا عن كثير من البلدان، رغم أن البلدان الأخرى عندها إمكانيات خيالية، لكن نحن عندنا الكادر مدرب وعنده القدرة للتعامل مع أي حالة. نعم دكتور علي، الأرقام التي تصدر من السلطات الصحية في اليمن هل تشمل كل مناطق الجمهورية بما فيها المناطق الخاضعة للحوثيين أم فقط مناطق الشرعية؟ طبعا في المناطق تحت السلطة الشرعية إلى هذه اللحظة تم فحص 28 حالة في العاصمة عدن، وكلها الحمد لله عينات غير مصابة، منهم 7 يحملوا الجنسيات الأجنبية والبقية مواطنين من أبناء عدن ولاحق وأبيان وغيرها المحافظات. وفي حضرموت تم فحص
7 اشخاص عينه واحد الذي طلعت عينه مصابه والبقيه عيناتهم سلبيه. فيما يتعلق في مناطق سلطه الانقلاب حسب تواصلي مع منظمه الصحه العالميه الى يوم 9 ابريل فحصوا 117 حاله وحسب قولهم انها عينات سالبه لا يوجد لديها اي اصابه. كنت اتمنى ان تكون عندهم شفافيه في هذا الاتجاه، ميليشيا الانقلاب ان تكون لديهم شفافيه مثل ما هي الشفافيه عندنا، اننا اعلنا عند مظهرت حاله اعلنا عليها، لكنهم ليسوا تقدم اي شفافيه. ونتمنى من الاخوه في منظمه الصحه العالميه ومن مكتب الشؤون الانسانيه مثلا السيده ليزا جراندي ان يضغطوا على ميليشيا الانقلاب ان تكون لديهم شفافيه مطلقه فيما يتعلق باي حالات اصابه في مناطق سلطتهم. نعم دكتور علي، أنت تحدثت عن الاستعدادات وعن كل ما قمتم به خلال الفترة الماضية، إذن لماذا يتخوف العاملين في بعض المستشفيات في محافظة عدن من استقبال المرضى الذين يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي، كما تم في الفترة الماضية حالتين وفاة لأنه لم يتم استقبالهم في مستشفيين في عدن، وانتشرت صور للعاملين في هذه المستشفيات وهم يقومون بالهرب الجماعي من المستشفيات، كيف يمكن تفسير ذلك؟ هي ظهرت في حالات نادرة في العاصمة عدن، أما بقية المحافظات لم تحصل في أي شيء من هذا الذي تحدثت عنه. حصلت في مستشفى الصداقة وحاولنا جاهدين مع الأخوة في السلطة المحلية مع الأخوة في مكتب الصحة أن نتجاوز هذا التحدي الذي حصل في أحد المستشفيات في العاصمة عدن، وبكل تأكيد سنتجاوز هذا التحدي. نحن قمنا بتدريب الكوادر الصحية، طبعا نحن أبلغنا الكوادر الصحية في كل المحافظات أننا لن نرضى أننا ندفع بهذه الكوادر الصحية لهذه المعركة إلا أن نستكمل ثلاثة أشياء تجاه اولا ان نقوم بتدريبهم التدريب الكافي، وقد قمنا بتدريبهم يوم امس اختتمنا دوره ل 80 طبيب في العاصمه عدن، والاسبوع القادم ان شاء الله يوم الاحد سندرب 30 طبيب اخرين و 120 ممرض في العاصمه عدن، وبقيه المحافظات التدريب فيها مستمر. الشيء الثاني ان نوفر لهم ادوات السلامه، نحن الذي وصلنا من ادوات السلامه واللي اشترينا من السوق المحلي قمنا بارساله لفرق المراكز العزل، اما بالنسبه للمستشفيات بشكل عام ليس لدينا ما يكون كافي لارساله لكل المستشفيات او كل المرافق الصحيه او كل الكوادر الصحيه، فقد تم ارساله لمراكز العزل وللمختبرات والفرق الترصد الوبائي. الشيء الثالث الحوافز، ونحن اتفقنا مع منظمه الصحه العالميه ان يكون حوافز لهؤلاء الذين سيعملوا في مراكز العزل. نعم وضحت الصوره. تقدر منظمه الصحه العالميه انه العدد قليل فنحن بنحاول كيف. نعم شكرا دكتور علي. ما تبقى من العدد. نعم شكرا دكتور علي، واعتذر عن المقاطعه ولكن لم يعد لدي وقت، ولدينا ضيف اخر دكتور علي الوليدي وكيل وزاره الصحه المتحدث باسم اللجنه الوطنيه العليا للطوارئ، شكرا جزيلا لك وشكرا لكل الجهود التي تبذلوها، شكرا لك كنت معي من عدن. اذا اهلا بك دكتور عمار البعداني طبيب متخصص في التوعيه الصحيه، وايضا مشاهدينا غني عن التعريف الدكتور عمار البعداني، بدايه اعتذر عن تاخري عليك ولكن كنت اود ان انهي مع الدكتور علي لانك تعلم كيف هي الاتصالات في اليمن وربما كنا نفقد الاتصال. دكتور عمار بالتأكيد أنك استمعت لحديث الدكتورة علي عن التجهيزات وعن الاستعدادات التي قاموا بها خلال الفترة الماضية، أنت كدكتور كنت متواجد في الصين الدولة التي احتوت الفيروس بشكله المرعب، كيف تنظر إلى هذه الاستعدادات التي تقوم بها السلطات الصحية في اليمن؟ هي كفيلة؟ هل هي كفيلة لمواجهة الوباء ما إذا انتشر في اليمن؟ مساء الخير تحيه لك وللمشاهدين الكرام. استمعنا للافاده التي ادى بها الدكتور علي الوليدي، والحقيقه هنالك كثير من المعلومات الايجابيه المطمئنه فيما يتعلق بالتدابير التي كان قد اتخذوها والاظهار واعداد فرق الاجابه في مختلف المدن. نتحدث عن المدن التي الشرعية، ولكن عندما نتحدث عن الجاهلية يجب أن نكون موضوعيين فيما يتعلق بالإمكانات المتاحة لدى الجمهورية اليمنية، ونحن قد علينا الكثير من الاحتراف وأيضا من بنية التحتية الهشة وخاصة المنظومة الصحية، وبالتالي غير شعور مستجد مع أن يتفشى في أي بلد حتى الدول ذات المنظومات الصحية المتطورة لم تستطع أن تصمد أمام هذا الوباء الذي ينتشر بسرعة، وبالتالي بناء على أن حالة واحدة فقط سجلت وأن هنالك حصر للمخالطين ووضعهم، لدي تساؤل هل هم في الحجر الصحي بمعنى هل هم في دائرة لا يسمح لهم بالاختلاط بالآخرين أم أنهم في الحجر المنزلي، لأن هذا سيختلف
كثيرا ايضا بالنسبه لدائره المفتوحه التي تحدث عنها الدكتور وليد 300 شخص تقريبا هل هم في الحجر المنزلي لان درجه الاشتباه كبيره جدا تتعلق بالحديث عن اختلاط باصابه مؤكده وليس باصابه مشتبهه اذا هؤلاء ينبغي ان لا يسمح لهم بالاختلاط مع افراد المجتمع حتى مع اسرهم ينبغي ان يتم عزلهم والنتيجه السلبيه لفحص الحمض النووي مره واحده لا تكفي نحتاج الى فتره حضانه الفيروس لتنقضي حتى نطمئن على سلامه هؤلاء وخلال هذه الفتره يجب فحصهم مره ومرتين وثلاث مرات هذه هي هذه المعايير التي تضمن عدم تفشي الوباء من خلال الحاله الاولى ان كنا نتحدث عن انها الحاله الوحيده في المحافظات التي تتبع السلطه الشرعيه. النقطه الاخرى هل نحن امام استعداد تم هي الامكانات التي نستطيع فحص حالات جديده فيما لا سمح الله دخلت حالات اخرى هل نحن نضبط المناطق بشكل جيد هل هنالك احتماليه لدخول حالات اخرى من الخارج عبر اي ميناء عبر اي منفذ وفيما لو حصل ذلك كم هي اعداد الفحوصات المتوفره لدينا هل نستطيع فحص المئات هل نستطيع فحص الاف هذه تحتاج ايضا الى السؤال بالنسبه لما حصل في الشحر في حضرموت حتى الان المعلومات الايجابيه فيما يتعلق باجراءات المحافظه واجراءات المدينه وعي الناس ايضا هنالك كان جيدا الى حد ما نريد ايضا ان تسلك المدن الاخرى والمحافظات الاخرى ايضا استجابة شبيهة بما حدث بالشحر ونريد أيضا أن نؤكد على أن هذا الوباء مكافحته ومجابهته بالدرجة الأولى هي في منع وصول الإصابات وفي منع الانتشار فيما لو سجلت الإصابات الكشف المبكر عن أي حالة ثم عزل كل المخالطين بأسرع وقت ممكن وفحصهم وضبط هذه العملية بشكل أساسي مفتاح الحل هو دائما في الكشف المبكر والعزل المبكر واحتواء البؤرة الأولى أو الحالات الأولى. نعم، إذا دكتور عمر كنت دكتور عمر كنت أود أن أتوسع معك بالحديث وأسألك عن الكثير ولكن للأسف هنالك مشكلة في الصوت أنا لا أتمكن من سماعك بشكل جيد سنقوم بالتواصل معك خلال تغطيتنا الإخبارية وتغطيتنا المتواصلة عن الوضع وأنت من في أعلى قائمة الضيوف في هذا الموضوع شكرا جزيلا لك دكتور عمار أنك كنت معي في هذه الحلقة شكرا لكل الجهود التي تبذلها لكل المعلومات التي تسقي المواطنين من خلال صفحتك في الفيسبوك شكرا جزيلا لك دكتور عمار البعداني طبيب متخصص في التوعية الصحية كنت معنا في الصين مشاهدينا الكرام أيضا نذكر أنه كان من المفترض أن يكون معنا المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في صنعاء ولكنه اعتذر لأسباب غير موضحة كان من المفترض أن يتحدث عن منع الحوثيين لموظفين المنظمة من الخروج في صنعاء والحديث عن الاشتباه بإصابتهم بكورونا ولكنه اعتذر عن الظهور معنا في هذه الحلقة إذن مشاهدينا بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي كان معي من عدن وكيل وزارة الصحة والمتحدث باسم اللجنة الوطنية العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي وكان معي من الصين الدكتور عمار البعداني الطبيب المتخصص في التوعية الصحية وهذه تحياتي أنا ومن معد هذه الحلقة الزميل ودي عطاء في أمان الله.